فعلا في علم ماضي يفعل في علم ضاري، فعلا مصدر غير أميم، ومفعلا مصدر أميم، فهو اسم ضمير، فاعل اسم فاعل، وذاك اسم إشارة، مفعول اسم مفعول، وفعول فعل أمر، لا تفعول فعل نهي، مفعل زمن مكان، مفعل اسم آلات. فعل فعل ماضي يفعل فعل مضاري، فعلا مصدر غير أميم، ومفعلا مصدر أميم، فهو اسم ضمير، فاعل اسم فاعل، وذاك اسم إشارة، مفعول اسم مفعول، وفعول فعل أمر، لا تفعول فعل نهي، مفعل زمن مكان، مفعل اسم آلات.